ميلاد ولي العهد محمد بن سلمان 38 عراب الرؤية بالمملكة العربية السعودية. بيصادف اليوم 31 أغسطس 2023 عيد ميلاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود 38، اللي اتولد في 15 ذو الحجة 1405 هجرية الموافق 31 أغسطس 1985. العراب قائد التطوير والتحديث بالسعودية، الملهم اللي رسم الحاضر ومستقبل وطنه في رؤية المملكة 2030، وتحدى الصعوبات واختصر السنوات لتحقيق أهدافها. أبهر العالم بالإنجازات الملموسة على أرض وطن، اللي نقل المملكة إلى مصاف الدول العالمية. القائد الشاب القوي الاستثنائي، صاحب الرؤية الحكيمة والسياسة الواعية والتفكير البناء والعطاء المتجدد في جميع مناحي الحياة. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اللي بدأ حياته السياسية بعد حصوله على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، لما تعين مستشار متفرغ في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي يوم 10 إبريل 2007. بعد ما تولى ولاية العهد والده سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالمملكة سنة 2012، اتعين الأمير محمد مستشار خاص ومشرف على المكتب والشؤون الخاصة لوالده، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. في 23 يناير في 2015، لما تولى حكم المملكة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر قرار ملكي بتولي محمد بن سلمان وزارة الدفاع وتعيينه رئيس الديوان الملكي ومستشار خاص للملك، واتبعه بأمر ملكي تاني بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة محمد بن سلمان. تقلد سمو الأمير محمد بن سلمان بعدها أكتر من منصب في المملكة، وبدأ إصلاحات في أكتر من وزارة وحل مشاكل كانت راكدة من سنين طويلة. في 21 يونيو 2017 بعد الأمر الملكي اللي أصدره الملك سلمان بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه، تم اختيار محمد بن سلمان ولي العهد وتعيينه نائب لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزير للدفاع. ده بالإضافة لأنه بيرأس مجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية والشؤون السياسية والأمنية. تاريخ طويل مع سنين قصيرة كانت كفيلة تخليه يكون صاحب أعظم رؤية عرفها التاريخ ولم تشهدها دولة في العالم فتغنى بها الشعوب. تاريخ شكل قائد ملهم، أيقونة عالمية، ولي عهد استثنائي في طموحه بالنهوض بدولته، قادر على المنافسة العالمية بقوة الرؤية الحكيمة. وتحت هاشتاج ميلاد ولي العهد 38 وهاشتاج محمد بن سلمان، انهالت رسائل التهنئة بالحدث السعيد من أبناء الشعب السعودي اللي عبروا فيها عن حبهم لولي العهد واتمنوا له عام سعيد. فكتب مغرد تهنئة لصاحب السمو الملكي وقال فيها: يفني جل وقته لأجل السعودية، ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. وعلق مغرد بتويتة كتب فيها: شعبك يحبك وفي حبك لا يمكن يلام، جعل عمرك طويل وأحلمنا معك واقع. وكتبت مغردة تويتة قالت فيها: أعزك الله وأطال في عمرك سيدي. كمان كتب مغرد تعليق قال فيه: كل عام ومجدنا بوجودك يتجدد، وكل سنة ونحن بإلهامك نصارع الخطى نحو المستقبل. مش بس كده، ده في كتير من أصحاب المشاريع التجارية بالسعودية قرروا يحتفلوا بعيد ميلاد سمو الأمير بتقديم خدمات للمواطنين، منهم اللي عمل تخفيضات على بيع المنتجات، ومنهم اللي قدم منتجات مجانا على هيئة هدايا للمواطنين. ده غير اللي قدموا من المنتجات الوطنية اللي بيصنعوها أو بيتاجروا فيها 38 هدية متنوعة بمناسبة الميلاد 38 للأمير محمد بن سلمان. وإحنا من موقع مصر بنتمنى عام سعيد لولي عهد المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية حفظه الله.